بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد نعمل شروحات الخرسانة. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب بأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل تكتب أبو سلمة نعمل شروحات الخرسانة والتربة وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم التعليق ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نتجاوز ان شاء الله رضاكم واشكركم لمتابعتنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم في اول جزء ان شاء الله او اول حاجه بالنسبه للاختبارات اللي احنا هنعملها في التربه ان شاء الله. احنا ربنا ييسر الامور كده وقدرنا نخلص الاسمنت وقدرنا نخلص الاجريت ونخلص اختبارات الميه واختبارات الاضافات والنهارده ان شاء الله هنبدا في الاختبارات التربه. اي نعم احنا بالنسبه للاختبارات اللي كانت خاصه بالاسمنت والديزاين والميكس والحاجات دي كلها احنا عملنا الاختبارات اللي هي بتهم الراجل بتاع المعمل. في اختبارات طبعا كتير جدا لكن احنا ركزنا على الاختبارات اللي هو الراجل بتاع المعمل يعرفها عشان يقدر يشتغل في اي معمل ربنا يكرمه واي حد عايز يتعلم المجال بتاعنا. النهارده هنتكلم على التربه. التربه مش هعمل فيها اختبار النهارده. هنتكلم ونقول ايه هي التربه، يعني ايه هي التربه دي بحيث لما يجي الراجل بتاع المعمل حد يساله يعني ايه التربه دي. التربه طبعا احنا عارفينها كلنا بس التربه دي هنتكلم من خلال المواصفه اللي هي 2187 ممكن برضه نقراها اللي هتتكلم عن الكلاسيفيكيشن بتاع التربه او التصنيف بتاع التربه. التربه دي بتخش معانا في كل حاجه، في كل حاجه في حياتنا بتخش فيها، يعني احنا بنستعملها في ان احنا ممكن نعمل عليها المنشآت، ان احنا نعمل عليها المنشأ وان احنا برضو نعمل فيها المنشأ نفسه، يعني زي الانفاق مثلا ديت بتبقى جوه المنشأ، وان احنا نستعملها في يعني نعملها في عمل المنشأ نفسه، بنعملها في عمل المنشأ نفسه. التربه ديت لما اتكونت دي حاجه طبيعيه، الحاجه الوحيده اللي هي تعتبر متوفره في اي مكان او في اي دوله في العالم موجوده فيها التربه دي. التربه بحكم ان هي متوفره بكثره يعني كتير جدا او بكثره كتيره جدا الا ان الخواص بتاعتها معقده جدا. عشان كده ابتدى الاهتمام بحاجه اسمها بيقولوا عليها اللي هي ميكانيكا التربه، اللي هي ميكانيكا التربه او الاختبارات اللي هي بتتم على التربه. التربه دي اصلا هي عباره عن الطبقه اللي هي بتبقى طبقه من الارض كده، بتبقى قشره من الارض بتكونت من الصخور والعوامل التعريه والبراكين والزلازل وحاجات دي. التربه دي بنلاقيها احنا في اشكال معينه، يا اما صلبه يا اما غازيه يا اما سائله. عشان التربه دي هي عشان معقده هي الحاجه الوحيده اللي في مجال الهندسي او في الميكانيكا عامه في اي شيء اللي دخل فيها كل التخصصات سواء كانت الهندسيه او النقل او الاختبارات الفيزيائيه او الاختبارات الكيميائيه او اي اختبارات ربنا خلقها موجوده في التربه دي. عشان كده لما بيجي اي واحد او اي شركه او اي مقاول هيعمل مشروع بيشوف اول حاجه التربه، هل التربه دي مناسبه ان هو يعمل عليها مشروع؟ دي اول حاجه، اول سؤال بيدور في ذهنه. تاني حاجه، هل التربه دي عندها القدره ان هي تشيل المنشا بالرسم او بالتصميم المعمول؟ الحاجه اللي بعد كده، هل المنشا ده فيما بعد او التربه دي اللي عليها منشا ده هتتعرض لاي مشاكل بعدين؟ طيب دي حاجه. الحاجه اللي بعد كده، ايه هو افضل تصميم او افضل حاجه للمنشا بتبقى بتكلفه اقتصاديه هتتم على التربه دي بظروفها اللي احنا شايفينها واتعمل الاختبارات. اللي لازم نعرفه كمان ان كل مشروع بيتعمل، اي مشروع في الدنيا بيتعمل له مواصفات معينه، يعني له كميه اختبارات او عدد من الاختبارات معينه، يعني مش كل الاختبارات اللي ربنا خلقها خاصه بالتربه او كل العلماء عملوها بالتربه هتتم على التربه ديت اللي انت هتعمل المنشا ده، لا انت هتعمل عليها الاختبارات اللي هي خاصه بالمنشا ده بس. يعني لو الارصاد هيعمل مثلا مبنى سكني او هيعمل مثلا كوبري هيعمل الاختبارات اللي هي مدى تاثيرها على الكوبري فيما بعد او مدى تاثيرها على المبنى فيما بعد. يبقى كل منشا له اختبارات. عشان كده قالوا اهم حاجه، اول حاجه تعمل في التربه هي التصنيف بتاعها او الكلاسيفيكيشن بتاعها. التصنيف بتاع التربه دوت بيبقى بيديني بيانات بتاكد هل العينه اتاخدت بطريقه صحيحه ولا لا. لما اجي اصنف التربه هبص لحاجات معينه.
معينه، في ناس يعني برضو اكبر مننا علما ما شاء الله بيشم ريحه التربه. في ناس بتمسك التربه بايديها وتقدر تحكم عليها. تقدر تحكم عليها. ده بيبقى بيسموه فحص بصري. لكن التربه برضو لما اجي هعجبها عندي كل حاجه هتبقى عندي اشكال معينه وحاجات كتير جدا. في منها هلاقي حاجه اسمها اللي هو الصقور الكبيره اللي بيقولوا عليها اللي هي البولدر، صقور كبيره جدا، ودي غالبا بتكون اكتر من 20 سم، يعني الحجم بتاعها بيكون اكتر من 20 سم. في بعد كده نوع تاني هو صخور بتبقى اقل منها، بتبقى اكتر من 6 سم، اكتر من 6 سم لغايه 20 سم، ودي الصخور بنقول عليها اللي هو الكابل، يعني اصغر حجما منها، يعني 6 سم ل 20 سم وهكذا. بعد كده في عندنا الزلط، يعني بعد الصخور الكبيره وبعد كده الصخور المتوسطه اللي هي من 6 سم ل 20 سم، في بعد كده اللي هو الزلط. الزلط ده هنلاقي منه ثلاث انواع، هنلاقي منه الزلط الخشن والزلط المتوسط والزلط الناعم. بعد كده الزلط هنلاقي بعد كده في الرمل، هنلاقي الرمل برضو انواع، في رمل خشن وفي رمل متوسط وفي رمل ناعم. بعد الرمل هنلاقي في التمر، ناخد بالنا من التمر بنقول عليه السلك، وده هنلاقي منه برضو في متوسط وفي خشن وفي متوسط وفي ناعم. بعد التمر في عندنا اللي هو الكلي او الطين. الطين ده يعتبر انعم حاجه، وده يعتبر هو غالبا اللي بيمر بمانكل بوينت او 2 ملي، او اللي هو يعتبر يعني ده مش هيجي المناخ، ده غالبا احنا هنجيبه عن طريق اختبار الهدومه لما نعمله بعد كده. طيب لما يجي واحد مثلا التربه في المعمل وعايز يفرق التربه من بعضها، لو شاف الصخور او شاف صخور، لو شاف الرمل او قعد على الرمل، لو شاف الزلط او قعد على الزلط، لكن لو يجي بقى يفرق ما بين السلت والكلي، او بمعنى اصح ما بين الطين والتمر. الطين والتمر. هو ده اختبار غالبا بيتم في المواقع، بيجي الراجل بتاع المعمل بياخد حته طينه بتكون طبعا مشبعه فيها الميه بتاعتها، وبيكور جزء معين كده عامل زي الكوره ويحطه على ايده ويبتدي يهز ايده بالشكل ده، وبعدين ايه لما يجي يهز يقعد يهز لغايه ما يحصل فيها لمعه. يحصل فيها لمعه، تحس ان الميه لما تكون حصل لها نطح من بره كدوت، او الميه بردت من حبايه الطين، وبعدين يمسكها في صبعه كدوت ويضغط عليها. إذا اللمعة ديت اختفت، اللمعة اللي بتاعت الماء اللي اختفت، ده بيأكد إن ديت فعلا طين. إذا حصل العكس يبقى ديت سلك، أو إن هي بنقول عليها طين. ده برضه حاجة بسيطة من اللي بيتم جوه الماء ولا حاجة. كمان في التربة اللي بنقول عليها التربة المتماسكة. تربة يعني متماسكة، يعني متماسكة إن أنا ممكن أشكلها، بتكون محتفظة بكمية المية بتاعتها وهي لدنة. كل ما المية تقل فيها يزيد التماسك بتاعها. كل ما الميه تقل من العينه ديت او من التربه ديت او الخامه ديت بيزيد التماسك بتاعها. في كمان التربه الغير متماسكه، هي عكس المتماسكه، وديت ما تعرفش تشكلها مهما تديها ميه، برضو ما تعرفش تشكلها وتفرول معاها كل حاجه. في هنا فيديو معانا صغير هنبين فيه او نعرف فيه انواع التربه اللي احنا اتكلمنا عليها في المقدمه دلوقتي. احنا قلنا في تربه بتبدا يعني باحجام كبيره تكون بتزيد اكتر من 20 سم لغايه التربه اللي احنا يمكن ما بنشوفهاش بالنظر، ونجيب عن طريق اختبار الهدرومتر اللي احنا ان شاء الله هنعمل له فيديو خاص باختبار الهدرومتر. انا بدينا فكره عامه على التربه، ديت مقاسات ليها، هي ديت تقريبا كسر حجر، وديت شوف النعومه بتاعتها عامله ازاي. هي انا يعني بدل ما اجيب صور وحاجات من دي، لا احنا قلنا هصور الحاجات ديت، شوف في التربه الراجل بيقلب فيها ازاي، درجه نعومتها دي، هنعمل عليها الاختبارات وهنجريها مع بعض. شوف يعني مقاس سايز اهوت تقريبا اكتر من 2 مللي. فالتربه زي ما بقول لحضراتكم مقاسات لغايه ما بتوصل حتى اكتر من 20 سم، يعني ممكن حتى في بعض انواع التربه اللي بنعمل لها اختبارات عن طريق الاوزان وليس عن طريق المقاسات، اللي احنا بنقول عليها الربراب او الحجر، ودي ان شاء الله برضه هنعمل لها اختبارات لوحدها اللي هي اختبارات الربراب او اختبارات الحجر. شوف الطينه حتى او الطين او السلت او الكلي دوت اللي بنقول عليه دوت لما بيجي يتماسك مع بعض، شوف الشروخ دي برضه هنعمل عليه اختبارات ونجيب التدرج الحبابي بتاعها بطريقه الهيدرومتر او بطريقه السبات. شوف برضه الراجل بيورينا اشكال التربه. طبعا لو انتوا قريتوا الكتب هتلاقي فيه صور فوتوغرافيه، بس انا حبيت يعني اخليك تعيش الجو بتاع التربه نفسها عامله ازاي، اللي هي جايه من الطبيعه، بيقول عليها باللغه بتاعتنا جايه بعبلها. ودي تربه متماسكه اهيت، شوف شكلها عامل ازاي.
لما اضاف عليها ميه، شوف بس يعني التماسك بتاعها ازاي، نقدر نجيب المنشر بتاعها، ونقدر نجيب الامتصاص، ونقدر نجيب الوزن النوعي، ونقدر نجيب الوزن الحجم بتاعها كمان. كل دوت ان شاء الله هنعمله اختبارات مستقله، لكن احنا قلنا ان الحلقه دي هتكون خاصه ان احنا بنتكلم على التربه في حد ذاتها. ايه هي التربه؟ احنا بنعرف الناس التربه برضه شكل من اشكال التربه اهوت برضه بنشوفه مع بعض اهو. شوف ادي مقاس اهو، ده تقريبا ده يمكن هيبقى حوالي 4 سم تقريبا او 5 سم، يعني هيبدا من مقفول 37.5. انت لو فصلت كميه التربه اللي مع الراجل ديت هتلاقيها وصلت لغايه 0.75، وما هو بعد 0.75 اللي احنا هنعمله ان شاء الله في الجريديشن بتاعه. يعني اقصد لحضرتك التربه لما تجي لك المعمل هتلاقيها باشكال مختلفه، هتلاقيها باشكال مختلفه، يا اما ناعمه يا اما خشنه يا اما متوسطه الخشونه. واحنا قلنا التربه الخشنه ديت في منها اللي هو احجام كبيره، وفي متوسطه، وفي ناعم، وبرده التربه اللي هي الناعمه في منها خشنه وفي ناعمه وفي متوسطه، وهكذا بالنسبه لانواع التربه كلها. انا برضو احب يعني الحاجات دي على فكره في صور صورناها في المحاجر. شوف يعني بص، شوف التربه ناعمه ازاي وفيها حجر قد ايه، كل ده برضو هتعمل له تدرج حبيبي، وهنطلع منه مع بعض السي سي والسي يو، يعني هنطلع معامل التدرج وهنطلع كل حاجه ان شاء الله. بالمناسبه برضو احنا معانا الكود اللي احنا بنتكلم من خلاله، هو الكود البريطاني او الكود الامريكي الاي اس تي ام دي 2487. ده بيتكلم على الكلاسيفيكيشن او على التصنيف بتاع التربه كلها في حد ذاتها. واحنا لو فتحنا المواصفه من جوه هنلاقي ازاي هو مقسم التربه لشرائح او مقسمها لاقسام. انا برضو بقول لحضرتك انت كراجل اللي شغال في معمل، انت يهمك الحاجات اللي فيها عملي اكتر منها اكاديمي بتاعه الناس المهندسين المتخصصين في الحاجه اللي زي دي. هنفتح المصفى من جوه ونشوف ايه الحاجات اللي تهمنا احنا كناس فنيين. كود من جوه هتلاقي فيه مكتوب هنا في مكتوب اللي هو الريفرنس دوكيمنت، اللي هو الـ 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 الاكواد اللي هو اتكلم من خلالها او جمعها كلها في المصفى اللي احنا بنتكلم من خلالها دي. يعني هتلاقي مثلا سي 117 و130 و وهتلاقي مواصفات كتير جدا ديت اللي احنا ان شاء الله هنعملها في اختبارات لوحدها منفصله. هنا في جدول الراجل ظهره في المواصفه تمام في الصفحه تقريبا الثالثه، بيقسم التربه لاقسام. امتى نقول عليها ان هي كورس او نقول اللي هي اقسام خشن، امتى نكون نقول عليها اللي هي الفاين لو هو اشتغل على نظام المناخي، اللي هو هنا معتمد على الباص والمحجوز من المنخل اللي احنا برضه هنعمله اختبار لوحده. برضه في تيبل تاني الراجل ظهر اهوت برضه بيتكلم ان احنا هنصنف التربه من خلال اختبار اللي هو حد السيوله وحد اللدونه، اللي هو برضه ادي الجدول اهوت انك انت هتسمي التربه ازاي. وتقدر انا بقول في المقدمه في ناس فنيين ما شاء الله احسن مننا بكتير جدا، بيقدر يحكم على التربه عن طريق النظر، او حتى لدرجه ان هو ممكن يشم التربه ويقدر يدي مسمى ليها يعني. ونتمنى ان احنا نوصل للمكانه ديت. دوت هتلاقيه جدول بيتكلم على لما نيجي نعمل ليكويد بلاستيك هتطلع منه ازاي من خلال الكيرف، وده برضه هنعمل له حلقه بالتفصيل عشان نقدر نستوعب الاختبار مع بعض. ده مجرد توصيف لشكل التربه اللي احنا هجلنا من الموقع. طيب لو انا رحت هناك العينات دي هتجي لي حاجه من الاثنين، لما اجي اجيب العينات من الموقع او الناس بتجيب العينات بتجي حاجه من الاثنين، يا اما عينه بتيجي من الحفره يا اما عينه بتيجي عن طريق اسطوانه بيقول عليها الجثه، يعني في ناس بيقول عليها الجثات طلع ماسكه نفسها. طيب التربه ديت لما انا جبتها من الموقع وكل حاجه، لا انا دلوقتي لسه ما طلعش الموقع، انا دلوقتي لسه ما طلعش الموقع، الفتره اللي هي ما بين اخد عين الموقع لغايه وصولها للمعمل عشان اجري عليها الاختبارات هتتعرض لظروف جويه ممكن يكون سبب من الاسباب ان هي بتخلي الميه اللي فيها تهرب، ولا الميه اللي جواها ديت مهمه بالنسبه لي. عشان كده لازم حفظ العينه. طبعا العينه لازم ان انا احطها في كيس بلاستيك مقفول جامد جدا، ويفضل كمان ان العينات ديت ان احنا نشحمها بالشمع اللي هو الشمع السايب، وده موجود في اي مكان بتغمر فيها العينه اكثر من مره لغايه ما تكون طبقه من الشمع عليها في حدود يعني ملي ونص، عشان تمنع اي هروب حبيبات اي هروب ميه من جوه جسم العينه. بعد كده تحطها في اكياس بلاستيك وتبتدي تنقلها من الموقع بتاعك لغايه المعمل وتشوف هيتم عليها ايه. الافضل ان تتم الاختبارات فوريه طالما
المشروع محتاج الاختبارات ضروري جدا، انت بتعمل اختبارات فوريه في وجود الراجل المسؤول معاه وتشوف ايه المطلوب من الاختبار بتاعك. لكن في امور بتحكم ان الاختبار العينات دي بتتخزن لغايه ميعاد اختبارها، عشان كده لازم الحفظ بتاع العينه يتم بطريقه سليمه علشان ما يديكش نتائج مختلفه جدا ويجي زميل تاني يعمل اختبارات على اي عين طب يديك نتائج مختلفه، يبقى كده بيتاكد ان انت عملت الاختبار غلط بسبب سوء التخزين. عشان كده لازم اخزن العينات في مكان مقفول ما فيهوش اي حراره، بالاضافه ان المكان دوت يكون الرطوبه بتاعته 100%، طبعا الرطوبه 100% بحكم ان انا رابطها بكيس وهي بتحتفظ كده في درجه حراره في درجه رطوبه 100%. لغايه ما يجي الميعاد المناسب اللي انا هعمل فيه الاختبار واشوف هو مطلوب منها ايه. بالمناسبه الاختبارات اللي احنا ان شاء الله هتتعمل على التربه، طبعا اختبارات لا تعد ولا تحصى، لكن احنا ان شاء الله هنعمل كل الاختبارات اللي هي هتهم الراجل بتاع المعمل بدايه من ان شاء الله اللي هو التدرج الحبيبي او السيب، وبعد كده نعمل اختبارات بقى المختلفه زي الهدرومتر زي الوزن النوعي زي نشوف المواد العضويه اللي فيها، نشوف نسبه الفاين، نشوف نسبه التحميل بتاعها، ان شاء الله هنعمل كل الاختبارات اللي هي تخص الراجل بتاع المعمل. دي كده كانت اعتبرها انا او نعتبرها لكم ان دي كانت مقدمه عن التربه وانواعها وازاي اصنفها قبل ما اخش في الاختبار بتاعتها. وبكده اتمنى ان انا اكون وفقت واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات خاصه مع التربه، واتمنى ان اكون وفقت. وأرجو منكم التعليق، ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.